الرحيم أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات متابعينا ومستمعينا الكرام الفاضل أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب مع تواصل انطلاقاتنا وتحدياتنا في هذا اليوم وفي هذا الصباح الجميل انطلاقات سن الثنايا من هنا من عاصمة ميادين السباق من ميدان الوثبة لننطلق على بركة الله من جديد ونندفع وبكل قوة مع هذه الأسماء الرنانة مع هذه الأسماء الجميلة المنطلقة والباحثة عن الفوز وعن النوماس الناموس الغالي ننطلق على بركة الله ونتابع هذه الأسماء نتابع مقدمة الشوط أتابع شوطنا التاسع الخاص بالثنايا الإبكار المحليات أتابع الشعارات القادمة وبكل قوة لأنطلق مع مقدمة الشوط أتابع صدارة الشوط شعاري بن هدفة يتقدم الأسماء وينطلق وبكل قوة بحضور مدركة التي هي مدركة لهذا الموقع وأهميته وخطورته على الأسماء حمد بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري بينما اللي تجاوزت من الجانب الآخر انطلقت إلى ثاني التحديات شعارك يلمهيري القادم وبكل قوة بهذا التجاوز الجميل بهذا التسلل الناعم تنطلق وبكل قوة بمستواها وبأدائها كيف هناك أول جبارة فرج بن راشد بن فرج بن عتيق المهيري تجاوزت الأسماء وانطلقت إلى مقدمة الشوط اللي بالمركز الثالث أتابع القادمة الشاينية سالم بن محمد بن سالم هناك الاكتبي من يتقدم بهذا الانطلاق باللاحج الاكتبي يتقدم بهذا الانطلاق على المركز الثالث والدور دور المركز الرابع أتابع الأسماء القادمة وهنالك الحضور والانطلاق من عالية سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي على المركز الرابع المركز الخامس أتابع الأسماء والشعارات القادمة حضرت المارية لتتقدم بشعار بن عميرة على المركز الخامس سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي والسابعة أو عفوا السادسة أتابع الانطلاق والوصول من الحذرة محمد بن فايل بن حميد العويسي على المركز السادس السابعة وتابع عوايد محمد بن سالم بن حمد المري على المركز السابع بانطلاقة وبحضور عوايد في هذه اللحظات بينما اللي على المركز الثامن وتابع وصايف عبد الله بن سعيد بن مسلم العامري واللي بالمركز التاسع هذا الوصول من شواهين مسلم بن علي بن دري المنصوري على المركز التاسع العاشرة وختام هذا النداء للمراكز العشر الأولى حضوري وانطلاقي كيف راشد بن عبيد بن سالم بن علي الراشدي هذه الأسماء يا من تتابع ويا من تراقب للأسماء والشعارات الحاضرة على مقدمة الشوط الحاضرة بالانطلاق الأول وبالاندفاع الأول هناك ولكن من أراد الإذاعة والنداء فليتقدم للمراكز الأمامية روح ويسرح يا أخواني مع جبارة ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق وعلى هذا الانفراد يا سلام يا سلام على انطلاقة جبارة وعلى حضورها الجميل فرج
قادمة نعم من ميدان التراث من ميدان سوحان تنطلق بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع فرج بن راشد بن فرج بن عتيق المهيري بانطلاقة جبارة ولكن شوف الاسم القادم وصل بن حاسوم يريد انطلاقة عالية واندفاعه الكبير مع الالف ومئتين متر الاخيرة تنطلق عالية وهي عالية بأداها وبمستواها بقيادة هادي ما فيك حيلة يا هادي يا من تضمر ويا من تساير عالية ولكن دخلنا اجواء الكيلو متر الاخير والصراع ثنائي والتنافس الشريف ثنائي عالية بأدائها عالية بمستواها عالية بشعارها تتقدم عالية وتندفع بهذا المستوى الكبير تتقدم شعار سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمك بدأ يسرحها هادي على المراكز الأمامية بدأ يسرحها هادي على الناموس الغالي بدأت تنطلق عالية بمستواها العالي بأدائها العالي روحت عالية انطلقت عالية مع الخمسمائة متر الأخيرة انطلقت وسرحت بهذا الانطلاق بهذا الوصول الناموس عيناوي بانطلاقة عالية اللي روحت خلاص غادرت خلاص قفلت على الشوط خلاص قفلت على حساباته نعم تنطلق بشعار بن حاسوم تندفع بشعار بن حاسوم سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي اسمه له وصولاته ولا جولاته مشكور يا هادي مشكور من قدمت لنا عالية بهذا الأداء وهذا المستوى العالي المركز الثاني جبارة فرج بن راشد بن فرج بن عتيق المهيري المركز الثالث وصول كيف راشد بن عبيد بن سالم بن علي الراشدي واللي على المركز الرابع الماريه شعار سعاده مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي والمركز العاشر وصايف عبد الله بن سعيد بن مسلم نعم المركز الخامس وصايف عبد الله بن سعيد بن مسلم العامري هي اللي حلت في المركز الخامس وعودتنا الى عالية من قدمت المستوى العالي بشعارها الكبير سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي 7 دقائق 52 ثانية جزئين 2 من الثانية مشكور يا هادي مشكور واللي على المركز الثاني جبارة فرج بن راشد بن فرج بن عتيق المهيري حلت بالمركز الثاني لحظات وصولها وتوقيتها الزمني 7 دقائق 58 ثانية 6 أجزاء من الثانية بينما اللي حلت على المركز الثالث هي كيف وتوقيتها الزمني 8 دقائق 1:04 بشعار راشد بن عبيد بن سالم بن علي الراشدي تهانينا والناموس لجميع الفائزين التحية تتجدد واللقاء يستمر.